يس فاين هاو يو فاين والله يا اخي زمان جد خليني بس معليش عشان تيك على هذا الستريم اه زوزيف اون ستريم توداي نايس ليتس جو زوزيف تمام صوت تمام كل شيء اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحين نبدا مع معكم ثامر السعدون او زانزا من رياض سماشرز عندنا بطوله رقم 18 اليوم ار اس 18 سينجلز هذا البطوله الشهريه او الويكلي والله ما ادري كيف اسميها عاد يلا اللي تبغون عندنا المباراه الاولى بين انا ايش قاعد اناظر هنا مختلفه ذي ستوب جايز بليز ستوب استنوا دقيقه بس ابو عزام ليش ما قاعد يشتغل هذا بسم الله هذه المباراة في الوينرز راوند 1 ولا 2 مو 2 لان في مباراتين بس في الوينرز راوند 1 وات ايفر يلا مباراة في الوينرز راوند 1 بس راح بالبراكت راوند 2 بعزام عندك البراكت اعتقد ار اس 18 اس فهي راوند 2 بين زوزيف ضد خالد السحباني او كي ام دي اكس انا بغيرها بس خلني اغير اليوزر زوزيف كالعادة بكاتشو وخالد بكيربي يلعبون على باتل فيلد طبعا شخصيتين معروفات يعني كلهم خفيفات كلهم كومبو هيفي كومبو كاركترز بس يعني فجأة ممكن تلقى كل يعني كل ثري كذا فجأة لأنهم اثنينهم عندهم كل اوبشنز مرة قوية كيربي عنده الكومبوز وعنده الاف سماش والداون سماش كلها تشبك بعد داون اير وغير انها عنده الاب ثرو حقته اللي هي خراط اكزاكتلي خراط والله كلام فاضي نايس ممتاز زوزيف انه مو قاعد يسوي اوفر اكستنشن طبعا لازم نتكلم عن زوزيف انه هو اصغر لاعب عندنا في الرياض ما شاء الله ومن دائما اللي موجودين في كل البطولات الله يجزاه خير هم هو اخوانه كلهم من الناس اللي تطوروا كثير مره عندنا في المنطقه في الرياض ف خلينا نشوف نتقدم الحين خالد بس شيء بسيط مره نايس زوزيف قاعد يرجعها سلام ريدج جاردينج ولا الدام سماش فيها تو هيتس عشان كذا ما قدر يسويها سبوت دوج سلام الداون تلت اف سماش داون تلت هذا فريم تراب مره حلو انه يحسب انه فيها لاج اللاج حقها مره قليل اوكي كل واحد قاعد يسوي فوتسيز وكل واحد ما يبغى يسوي اي اوفر اكستنشن نلاحظ انه يسوي فيشن كثير نايس حلوه فير انت اب سماش ممتازه من زوزيف انا لاحظت ان قبل شوي كان مره يعني مره قريدي في المسكه كيربي قاعد يحاول يسوي الاب ثرو اللي قاعد يحاول يسوي يس هذه بس لو في ريج قبل شوي كان مات قاعد ياخذ كل بسنت اللي يقدر عليه اب ثرو مره ثانيه مو على البلاتفورم نايس طيب اللي يشوف الحين كله انه ما يلعبون كلهم سيف ما حد يبغى يسوي اي اكستنشن لانه نايس اب سماش حيموت المره هذه خلاص مسخته تراك وش التيست حق الهيومن هذا؟ انا قاعد احاول ادخل الحساب رياض سماش بس ماني قادر بس حتى الان مباراة طبعا اللي خالد الحين احسن بكثير من نايس جابز اوه كم ممكن جاب لوك اخيرا وصلت سلام على فورت سماش لسه عايش فورت سماش كل السمالات حقت كيربي مره قويه فانش بانش تو عايش ناس دي هاي تحت ستيج اوه نايس تروح تذبح ياس كلام فاضي انه الخرط
الجيم الاول راح لمصلحه كي ام دي اكس. ايش فيه؟ اوكي حط عربك. ده عشان كذا يدخلون علينا ناس انجليزي يسالوني ايش اللغه هذه. اوكي الجيم الثاني خلينا نشوف زوزي في يغير ولا ما راح يغير. نايس عزوز دروبينج ذا نوليدج. كي ام دي اكس واحد ترى الاسم حقه يا ابو عزام. في واحد بعد الاكس فور سم ريزن. ما يكفي حمد ربه بعد. طبعا سعود قاعد يسوي كوتشنج للخويه سعود العقله او ساوس. طبعا انا مسكين الحين قاعد لحالي اوسوس بالتعليق وما حد معاي. في حد في سته في الجمهور. يلا يا جماعه اعطونا خمس سؤال شوي. وين الشات؟ هذا الشات مطفى. Are you guys actually doing the Iron Man challenge؟ هلا سعود حياك الله. يا اخي كان مطفى الشات وكنت بدا الاسبوع الماضي كان في Iron Man. الاسبوع هذا ما اعتقد ممكن نسوي Iron Man. ليه لا؟ اتوقع يعني لو تلعب معنا في Iron Man سعود خلاص يعني تفوز علينا كلنا ما يحتاج ما فيها كلام. هذه تلعب بروزا واوليمر العفن. طيب خلينا نشوف زوزيف اختفى من الوجود. نواف واقف في الخلفيه. نوكو ولحظه ليش زوزيف هناك؟ يلا واو فوكس. وين حيلعبوا؟ ها جو كوتش يور براذر. He lost because he picked Battlefield. He shouldn't pick Battlefield against Kirby. اللي يقول أن كيربي قوي في Battlefield لأنه عنده الأبثروها شنانجز. أوكي سعود سونيك. I've taken games from Galaxy Cloud with my Sheik. طبعاً يا أخي. Sheik top tier. Top tier. أوكي كلهم up tiltات شغالين. طبعاً هذا يقدر للأبد يسوي up tilt لأن هذاك fast faller وحفلة يعني literally حفلة. Nice. اوكي شوف سوي داون اير الى اب تيلت داون اير الى داون سماش داون اير الى اب سماش كلها ممكن تشبك على فوكس لانه خفيف مره. نايس داون اير الى نير. متقدم خالد للان. فوتسيز شغالين كلاود. طبعا فوكس يعني ممكن في لحظه يقلب كل الماتش. اب اير سترينجز حقته معروفه يعني ما يبي لها كلام. الكومبوز حقته نايس اب اير. طبعا يعني اتوقع الاب اير جاي ممكن تذبح لان كيربي سوبر خفيف. اوبا في الوجه. نايس فور سماش وتونت. تونت جيت بادي كومبو. مبتكر جيم ماريو حفله. هلا مبتكر كيفك؟ لسه عايش اعتقد ما عندي لانه ما في ريج. يلا بالتوفيق يا سعود في كي بي ار ان شاء الله تكون ان شاء الله تسوي كويس. اوكي داش اتاك الى ولا شيء. لازم يقفل ستوك بسرعه ولا بيتعب كثير. اوكي داون سماش كانت مره تو ماتش. اوبا هذه كانت ريد اب سماش بس انها تو ماتش. يولو اب سماش. اوه ماي جاد الضربه الثانيه ما ضربت. صار مره جريدي الان قاعد يسوي كل اب سماشات داون سماشات كلها يسوي كل سماشات يبغى يسكر الستوك. المفروض يهدي اعصابه شوي ويحاول يسوي كونفرجن سهل. داش اتاك الى اوه ماي جاد راح مره بعيد. اب سماش ياس ممتاز ممكن يرجعها. اوكي داون ثرو الى ولا شيء. ريجراب لا لا ريك كان خيار الخيار كان شوي سيء وخالد لقط الاوبشن قدر انه يعطيه لما قبل يسوي الدبل ريجراب السكند ريجراب يعطيه داون سماش تضرب تحت السيج وتقفل السوك. جود جاب صراحة خالد وجي جي لزوزيف.
ايه هم مهم ما هم رانكت، لان تقدر تقول انهم من الليبر كويسين عندنا في الرياض، لكنهم ما هم بالتوب. عندك فارس او زوزيف هو اصغر لاعب عندنا في الرياض، عمره 8 سنوات، صارت اخترت عمره 9 سنوات الان من يوم بدينا. البراكت ما في ابديت بعزام. شوف والله من اللي بيلعب الحين على الستريم؟ زياد فاز على مازن، خالد فاز على فارس، العويد فاز على اوه برين العويد. اوكي